وانا جاي عندكم البلاطو بلاصيت الطوموبيل ديالي، واخا ما عنديش طوموبيل، وقف عليا العساس ديال الباركينغ. ونتفكر واحد المفارقه، شو دابا الباركينغ في اوروبا كتوصل هو كاين سوتيران كيهبط لك البارير كيقول لك باركينغ عامر، ولكن حبس انت الاول في لافيل، غتخرج طوموبيله في دقيقه و 36 ثانيه، كدوز دقيقه و 36 ثانيه كتخرج الطوموبيل كتبلاصي بلاصتها. اجي عندنا هنا المغرب الشانطي عامر من جوج جوي، تيقول لك زيد 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 زيد، كتسمع باق عاد تيقول لك حبس، كيطلعك فوق التريطوار كتقول له اخويا راه غادي تجي ودير لي الصابور راه غادي ديباناج، تيقول لك سير كون هاني على حسابي، بحال هو عنده المعارف. كتمشي 4 دقائق كترجع كتلقى لا طوموبيل لا طريطوار، خص نايضه تما مدينه اخرى. كاين 4 ديال الانواع الناس، انا اليوم جيت نوصيكم ما ديروش فيهم الثقه. النوع الاول وهذاك اللي كتمشي عنده مريض مهلوك، فيك المعده طالعين لك الحلاقه من هنا، تيقول لك شوف ديك النهار كنت بحالك، مشيت عند عبد السلام الكاوي بخ عليا بحال كنتي كتكذب. راك كنتي كتكذب يا ولد الحرام، علاش كتكذب علاش؟ كون كان عبد السلام الكاوي عنده الدواء في البخ كون بخ على جيبه هو الاول، كاع ما يتسناك توصل عنده انت. النوع الثاني وهذا النوع اللي كيمشي شي بلاصه شي اداره تيعكسوا معاه شي ورقه، تيقولوا شتي انت شوف فيا مزيان انا غادي نخرج عليك، انت مازال غادي تجي تطلبني انت والوالده ديالك باش ترجع للخدمه، ما عرفتش راسك مع من كدوي، راهونا شي مسؤول هنا مع من نهضروا ولا شي حاجه، عنده هذيك الكلمه لاصقه في فمه، تيدخل غير الطواريت ما تيقلقش بابي يجينيك، عطونا شي مسؤول مع من نهضروا ولا شي حاجه، تيكون غادي ميرسي تيكون غادي في الشانطي، غادي في الشانطي كيتحلوا ليه السيور، عطونا شي مسؤول مع من نهضروا، هذا الشانطيات ولاو كيديروا؟ تيكونوا في دارهم ناعس، تضربوا رفيقه مع وحده الليل، كيمشي للثلاجه، الثلاجه راه ديالهم، تيحل الثلاجه كيلقى خاوي كيسدو كيحل الفريك، واش كان شي مسؤول ما نهضروا ولا ملي 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 ما عندك ما دير ليه. النوع الثالث هذا الا جبتو دابا تليفوناتكم تلقاوه كاملين عندكم في الواتساب، عرفتي شكون هو؟ ولا كتلقى سميتو مكتوب شحال مكتوب هذا 162 184 من نهار عطيتيه لمرتك هو كيصيفط لك الميساجات، عمرك خليتي ليه في نهار كتدخل بالغلط الميساجات شنو كتلقى؟ جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، عيد مبارك سعيد، جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، رمضان مبارك سعيد، جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، هابي هالوين. هذا خصك هذا خصك تبلوكي. النوع الرابع اخوتي هذا هو الخطير، اخطر نوع هو هذاك اللي تيكون من العائله ولا قريب ليكم، انت ساكن في العيون هو ساكن في طنجه، تيقول لك شوف والله تتجي عندي مرحبا بك ما يخصك حتى خير، وشوف انا قلت لك الا ما هزاتكش الارض تهزني صافيط انا وياك. عرفتي هذا يلا كتشد الطريق كتفوت البلاكه ديال 40 كتصوني عليا شنو كتسمع؟ الرقم اللي طلبتوه مشغول دابا، المرجو ترك الرساله بعد الاشاره الصوتيه. ميرسي بوكو تبارك الله عليكم. ميرسي. عرفت هذا سي ياسين طه خصك تشاي شنان ثان ميرت.